السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الأولى. إذا اليوم عندنا الحصة الثالثة فيما يخص الأعداد الصحيحة، الجمع والطرح والضرب. إذا في الصفحة 22 من كتابي الجديد. إذا ننتقل إلى الصفحة 22. إذا سبق أن تطرقنا في الحصة السابقة إلى التجميعية والتبادلية والتوزيعية. إذا اليوم عندنا تمارين نطبق فيها تلك الخصائص. إذا نبدأ بالتمرين الأول. إذا لدينا سؤال أحسب المجاميع. إذا هنا عمليات عمودية سننجزها. إذا هنايا غادي نطبقوا التبادلية. عندنا دابا التلميذ هنا غادي يدير 6 زائد 2 زائد 4، ولكن أنا بالنسبة ليا هنا واخا هي عملية عمودية نقدروا نطبقوا فيها التبادلية. عندنا 6 نزيد عليها 4، علاش؟ لأن هذه كتعطيني 10 وكتسهل عليا العملية. 6 زائد 4 كتعطي 10 و 2 12 حتى في دوب واحد. إذا هنايا مثلا إلا بغينا نطبقوا التبادلية غندير 3 زائد 1 كتعطي 4 و 1 زائد 5 كتعطي 6 ونجمع 10. إذا هنا ونحتفظ بواحد. هنايا الا بغيت نطبق التبادليه فين غنستعملها؟ ندير 6 زائد 4، لان 6 زائد 4 ديما كنشوف هذوك اللي كيجمعوا 10 ساهلين. دونك 6 زائد 4 كتعطي 10 زائد 1 زائد 7 كتعطي 8، اذا 18. اذا هنا كاين تلميذ اخر غادي يدير 7 زائد 6 غادي يبدا يفكر 7 زائد 6 13 14 زائد. اذا هنا يقدر يخطا، ولكن مني كتلقى داك الكومبليمون ديال دو 10 ياك داك جمع 10، اذا 8 زائد 6 زائد 4 10 17 18. اذا هكذا كتسهل عندي هذا الواحد. هنا عاود كنشوف هنا 1 زائد 9 واحد. هاد التمرين ما تعطاش اعتبار، راه عنده واحد الاهميه. 9 زائد 1 كتعطي 10، وعندي 6 زائد 4 كتعطي 10، اذا 20. غادي نكتب 0 ونحتفظ بجوج. عندي جوج، جوج غادي نزيدها على 8. الا زدت جوج على 8 كتعطيني 10، وهنايا عندي نزيد عليها 8 كتعطي 18. ديك الساعه 26 كتعطينا 24، نحتفظ بجوج. هنا عندي 7 زائد 7، اغلبيه التلاميذ كيعرف يحسب 7 زائد 7، اذا محسن ما يحسب 2 زائد 7. 7 زائد 7 كتعطي 14، 14 زائد 2 كتعطي 16. اذا غنكتب 6 وغنحتفظ بواحد. 1 زائد 9 كتعطي 10. اذا هذه هنا ماذا طبقنا؟ طبقنا التبادليه. اذا النتيجه هي تقريبا الى بغينا نقسموها الى فصول غادي تعطينا 10,640,802. اذا ننتقل للعمليه الثانيه. عندنا 6 زائد 2 8 زائد 0 هي 8، 3 زائد 5 8، 1 زائد 1 2 و 4 6، 6 زائد 4. اذا هنا نديرو 6 زائد 4. 6 زائد 4 10، ديما نقلب على فين كاين المجموعه 10. 6 زائد 4 10 و 5 15، احتفظوا بواحد. 5 زائد 5 10، 5 زائد 5 10 و 4 14 و 1 15، اكتبوا الخمسة واحتفظوا بواحد. هنا غادي نزيد الواحد على 3 غتعطيني 4، 4 كنعرفها كتكمل لي 10، اذا 10 احتفظ بالواحد. هنايا ندير 7 زائد 1 كتعطيني 8 زائد 4 12. اذا هذه شنو عطاتنا؟ عطاتنا 12,055,688. اذا العمليه المواليه عندنا 0 زائد 0 0، 2 زائد 6 2 زائد 4 6، 3 زائد 1 4، 4 زائد 3 7، 5 زائد 4 9، 5 زائد 2 7، 8 زائد لا شيء 8. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني أنجز عمليات الطرح الآتي. إذا نبدأ هذا النهار من هنا. 6 ناقص 5 1، 5 ناقص لا شيء 5، 8 ناقص 7 1، 3 ناقص 1 2. هنايا فاش كتكون عندي العملية الفوق كبر من التحت، إذا هنا ما كاينش مشكل. 4 ناقص 3 1، 5 ناقص لا شيء 5، إذا كاع ما عنديش الاحتفاظ أو غير ذلك. إذا هنا 3 ناقص 1 2، هنا عندي العدد اللي الرقم اللي كبر اللي الفوق هو اللي صغر، اذا هنا غنقول 10 ناقص 8 2، ولكن ما نزلش نزل الواحد. ثم 2 ناقص 6، هنايا خصني نجمع هادو. 2 ناقص 6 لا يمكن، اذا 12 ناقص 6 كتعطيني 6، نزل الواحد. 7 ناقص 7 0، 8 ناقص 1 7، 9 ناقص 2 7. اذا النتيجه هي 7 770,622. إذا العملية الموالية 4 ناقص 1 3، 6 ناقص 5 1، 4 ناقص 2 2، 8 ناقص 4 4، 7 ناقص 3 4، 5 ناقص 7 ندير أنا ديريكت ندير 15 ناقص 7 كتعطينا 8.
إذا النتيجة هي 844213. العملية الأخيرة 0 ناقص 0 0 0 0 هنا 10، إن 0 ناقص 8 لا يمكن، إن 10 ناقص 8 2 أنزل الواحد، 0 ناقص 10 لا يمكن، 10 ناقص 10 0، 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 5 أنزل الواحد، 8 ناقص 7 1. إذا 1,500,002. هنا ينسينا ما نزلناش الواحد، هنا ينسينا ما نزلناش الواحد، وبالتالي 10 ناقص 6 4. إذا هنا 4، إذا غادي نستعملو البلونكو، إذا هنا 4 وليست 5. إذا هنا 10 ناقص 6 4. إذا هذا بالنسبة لتمرين 2. تمرين 2 ننتقل إلى التمرين الثالث، عبارة عن مسألة: اشترى بائع اللعب 185 لعبة تحتوي كل، عفوا، 185 علبة، تحتوي كل علبة على 25 سيارة صغيرة، باع منها 73 سيارة، احسب كم أصبح لديه من سيارة عندما باع 3. إذا المعطيات اللي عندنا هنا شنو هي؟ عندنا 185 علبة، وكل علبة فيها 25 سيارة. هو فاش بدا كيفتح العلب باع منهم غير 25، إذا شحال بقى؟ السؤال شحال بقى من سيارة؟ إذا هنا خصنا ننتبهوا للسؤال، شنو المطلوب؟ إذا المطلوب، إذا هنا غادي نحاولوا نوضحوا المسألة مزيان. اشترى بائع اللعاب 185، إذا عنده 185 علبة، العلبة الأولى حتى 185، كل علبة فيها 25 سيارة صغيرة، باع منها 73 سيارة. إذا دابا شنو الجواب ديالنا؟ شنو خصنا؟ أولا نحسب عدد السيارات الصغيرة، عدد السيارات الصغيرة أولا. إن فوا غادي نلقاو عدد السيارات كلها، إذا فاش نلقاو عدد السيارات غنديرو عملية الضرب. إذا عندنا 185 علبة وغادي نضربوها في 25، هنا نلقاو عدد السيارات، من بعد غادي نلقاو كم أصبح، ما أصبح لديه من سيارات. إذن أو عدد ما أصبح عليه من، إذن هنايا العملية الأولى هي 185 في 25، نديرو عملية أفقية عمودية هنا، إذن 185 في 25، إذن 5 في 5 25، 5 في 8 40 42، احتفظوا بالأربعة، 5 في 1 5 و4 9. إذا نضع النقطة، 2 في 5 10 احتفظوا بواحد، 2 في 8 16 والواحد 17 احتفظوا بواحد، 2 في 1 2 والواحد 3، إذا 5 2 16 احتفظوا بواحد 4. إذا عدد السيارات 4625. إذا 4000، دابا إلا بغينا نعرفو شحال بقى عندو هاد السيارات، إذا غناخدو 4625 غنقسم منها 7 73 سيارة، إذا غناخدو هاد العدد نيت وغنقسم منه 73. إذا 5 ناقص 3 2، 2 ناقص 7 ما يمكنش، إذا 12 ناقص 7 كتعطينا 5، نزلو الواحد، 6 ناقص 1 5، 4 ناقص لا شيء 4. إذا عدد السيارات هي 4552 سيارة متبقية لديه، إذا هنا الجواب هو 4552. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. هنايا من الأحسن أننا نستخدمو قلم الرصاص، لأن ربما نرتكبو شي خطأ لكي نصلح ما يمكن إصلاحه. إذا عندنا هنا نقاط، خصنا العدد اللي غادي نزيدو عليه 4 يعطينا هو 3، إذا 4 زائد 3 7. هنا العدد اللي غنزيدو عليه 7 يعطينا 16، أما 6 ما يمكنش لأن 7 أكبر من 6، إذا 16 هو 9، إذا 9 زائد 7 كتعطي 16، غنحسبو بواحد. نتأكدو دابا 8 زائد 8 16 والواحد 17، نحسبو بواحد، 5 زائد 5 10 والواحد 11، ونحسبو بواحد، إذا 4 زائد 5 9، إذا صح. إذا دابا يمكننا نكتبو بالقلم الجاف. إذا بالنسبة للعملية الثانية، شنو هو العدد اللي نزيدو على 4 يعطي 0؟ إذا هو 6، علاش؟ لأن خصنا نحصلو على 10 ثم نحسبو بالواحد.
شكون هو العدد اللي نزيد على 8؟ هذه راه ماشي 7، انما 8 بالاحتفاظ باش يعطيني 15، هو 7، لان 7 و7 14 و1 15، حسبت بواحد. شكون هو العدد اللي نزيد على 8 ويعطيني 15؟ هو 7 عاوتاني. اذا 7 زائد 7 14 و1 15، نحسبت بواحد. 4 زائد 6 10 و1 11، ثم نحسبت بواحد كتعطيني 1 زائد 3 4. اذا صحيح، اذا هنا عندنا 6 وهنا عندنا 7، هنا كذلك 7 وهنا هي 1، وهذوك احتفاظات. اذا ننتقل الى التمرين الخامس. اذا اضع وانجز. اذا عندنا جوج عمليات كيتكونوا من 3 ديال الاعداد. اذا نوضعوا العمليه الاولى وخصنا نوضعها بشكل صحيح، اذا 3545، ثم العدد الثاني 72000. اذا لاحظوا هذا الفصل ديال الالاف خصني نحطو تحت الفصل ديال الالاف، والفصل ديال الوحدات تحت الفصل نتاع الوحدات. اذا هنا ثم كذلك 186 عندنا غير وحدات، نحطوها تحت الوحدات، عن مش ما نحطوهاش تحت الالاف. ثم نجمع. اذا شنو هنا غنجمعوا؟ عندنا 6 زائد 6 12 وال5 17، احسبوا بواحد. هنايا عندي 8 زائد 1 زائد 1، علاش؟ باش نحصل على 10. 8 زائد 1 زائد 1 كتعطي 10، وال4 14. ثم نحسب بواحد. 8 زائد 1 زائد 1 10، ثم وال5 15، حسبت بواحد. 2 زائد 1 3، و3 6، و7 بقات بوحدها. اذا النتيجه شحال؟ 76547. اذا هذه العمليه الاولى. العمليه الثانيه كذلك. اذا غنوضع الفصول، كل فصل تحت الفصل نتاعو. اذا عندي هنا 40000 هو فصل الالاف، ثم 0.28 هو فصل الوحدات، ثم 50 فصل الالاف، ثم 0.20 هو فصل الوحدات، ثم اجمع. اذا عندي 8 زائد 2 اصفار 8، 2 زائد 2 زائد 0 4، 3 زائد 2 اصفار 3، 6 زائد 2 اصفار 6. هنا عندي 5 زائد 4 9 و1 11، احتفظ بواحد. 1 زائد 1 2. اذا هنا النتيجه النهائيه هي 216300. اذا 216348. اذا ننتقل الى التمرين السادس. اذا هنا السادس عاد جاي السابع من له. اذا اقرا الوضعيه واتوقع جميع الاخطاء التي يمكن ان يقع فيها متعلم اخر اثناء حله لها واجابته على اسئلتها. اجيب على الاسئله متجنبا الاخطاء التي توقعتها. اذا هذه المساله كتقتضي اننا بعدا نحطوا الاخطاء. في الحقيقه هذا دور الاستاذ ماشي دور المتعلم. الاستاذ هو اللي كيدير هذا الشيء. دابا حنايا فاش كنجيو نحطوا تمارين المتعلمين كنتوقعوا الاخطاء نتاعهم من اجل معالجتها، ولكن هما بغاو يعطيو هذه للمتعلم لان حتى المتعلم اصبح يلعب دور التقويم. اذا هنا غادي نقراو المساله. يشتغل ادريس في معمل 24 يوما في الشهر. اذا هنا المعطيات، خصنا نركزوا على المعطيات اللي غادي نحتاجوها في حل. اذا 24 يوم، ويتقاضى 137 درهما في كل يوم. اذا هنا الا بغينا نمثلوا هذا الشيء غادي ناخذوا. اذا ادريس يعمل، اذا عندنا 24 يوم. اذا هنا اليوم الاول، الثاني، الثالث، حتى اليوم، اليوم 24. باش نفهم، كل نهار كيتقاضى 137 درهم. كل نهار كيتقاضى 137 درهم. هذا هو المفهوم هنا. لتحفيزه يضيف له المدير 750 درهما في الشهر. اذا باش يحفزوا المدير داك الشيء اللي كياخذ في الشهر كيزيد ليه 750 درهم اضافي. كل نهار كياخذ فيه 137، وفي الاخر كيزيد ليه هذه اضافيه. ادريس يساهم للتامين عن حياته بمبلغ 189 درهم شهريا لدى وكاله. هنايا ادريس كيساهم، اذا هذه يساهم. يساهم يعني واش هي بالنسبه لادريس خساره ولا ربح؟ طبيعه الحال هي خساره، يعني هذه غادي يخرجها. فهنايا خصنا ناخذ اللون خضر مثلا، وغادي نقولوا بان هذا مدخول، هذا مدخول، هذا الشيء كله مدخول، ولكن هذه لا، هذه بالنسبه لادريس
هاد القدر هذا ديال 189 درهم، 189 درهم هي بالنسبة لإدريس غادي يخرجها، إذا هذه خسارة. هادشي علاش نديروها بهذا اللون. ثم نكمل قراءة المسألة. لتأمين مصاريف العملة البالغة 13700 درهم، يعمل إدريس على ادخار مبلغ 800 درهم شهريا. إذا هنا العمرة باش يمشي العمرة هو خصو هاد القدر هذا، إذا خصو هاد القدر كل شهر. دابا هنايا كل شهر كيوفر 800 درهم، إذا الشهر الأول، دابا هنايا الشهر واحد ثم جوج ثم ثلاثة أربعة، كل شهر كيوفر 800 درهم، إذا 800 درهم كيحتفظ بها ما كيخسرهاش على أساس يمشي للعمرة. دابا السؤال، أحسب مبلغ الأجرة الشهرية لإدريس، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحسب مبلغ مساهمة إدريس في التأمين، ثم أحدد المدة الزمنية اللازمة لإدريس لتوفير مبلغ مصاريف العمرة. إذن قبل ما نجاوب على التمارين غادي نحدد الأخطاء التي يمكن للمتعلم أن يرتكبها. إذن السؤال الأول، أحسب مبلغ الأجرة الشهرية. إذن باش نحسب الأجرة الشهرية في الواقع خصنا نضربو 24 غادي نضربوها في 37 وغادي نزيدو عليها ما التحفيز. ولكن المتعلم الخطأ اللي يقدر يدير غادي ياخد الأجرة اليومية اللي هي 137 درهم، وغادي يزيدها على التحفيز وعادي يضرب في 24، وهو الجواب الصحيح. حنايا دابا حنا بينا الخطأ الذي يمكن للمتعلم أن يقع فيه، هو الجواب الصحيح. غناخدو الأجرة اليومية وغادي نضربوها في 24 ونزيدو عليها 750، لأن هذه كتكون مجموعة، هذه ماشي يومية، ماشي كل نهار هو غادي ياخذ التحفيز، هو كيتخلص في النهار 137 والتحفيز اليومي يكون 750، ما يمكنش. إذن هنا هذا التحفيز هو حتى نحسبوا الأجرة الشهرية وعاد نزيدوا عليها التحفيز، وبالتالي العملية هي هذه. إذن غنديروا تطبيق عددي، دونك غادي نديروا تساوي، إذن 137 مضروبة في 24 وغادي نزيدوا عليها 750 كتحفيز، إذن غادي تعطينا في الشهر يتقاضى 4038 درهم، 4038 درهم. أما إلا حسبنا هذه اللي اعتبرناها خطأ فهذه غادي تعطي واحد العدد أكبر. إذن هذا بالنسبة للسؤال ألف. بالنسبة للسؤال باء، الخطأ الثاني اللي يمكن يرتكبه المتعلم، وخا السؤال أنا بان لي شوية ما فيهش أحسب، لأن هنا المتعلم ما غاديش يحسب مبلغ مساهمة إدريس في التأمين. مبلغ مساهمة إدريس في التعليم في التأمين هو معطى شهري، يعني في الشهر هما خلونا ما قالولنا لا في العام ولا في 6 شهور ولا باش غادي نحسبو. إذا المتعلم يقدر دابا ياخذ هاد القدر هذا اللي هو تأمين شهري وغادي يضربو في 24. هذا هو الخطأ اللي يقدر يرتكب، ولكن الجواب الصحيح هو اننا ما غادي نحسبوا ما والو، لان السؤال ما كانش صحيح. اذا 189 درهم جواب، يعني ديريكت جواب مباشر، ما غاديش يحتاج الحساب او شيء من هذا القبيل. بالنسبه للسؤال جيم، احدد المده الزمنيه اللازمه لادريس لتوفير مبالغ مصاريف العمره. هنايا الخطا اللي غادي يرتكبه المتعلم هو غادي يفكر مزيان بانه خصنا نقسمه 13700 ديال الدرهم على المبلغ الشهري المدخر على 800، ولكن إن فوا غادي يقسم غادي يلقى هاد الجواب هذا اللي هو 17.125، وغادي يقول بأن المدة هي 17 شهر. هذا من بين الأخطاء اللي غادي ترتكب، ولكن الجواب الصحيح، إذن الجواب الصحيح على جيم هو غادي ناخدو 13700 ديال الدرهم وغادي نقسموها على 800، غادي تعطينا بالفاصلة 17.125، ولكن عدد الأشهر غادي يكون 18، عدد الأشهر 18 يوما. علاش؟ لأن 17 شهر غادي يبقى واحد الشوية خاصو
خصو يتسنى الشهر الجاي باش يدخر 800 درهم، ولكن ما غاديش ياخذ منها 800 درهم كلها، غادي ياخذ غير واحد الجزء. اذا هذا هو الجواب على هذه المساله. اذا ننتقل الى التمرين السابع. دونك بالنسبه للتمرين السابع، احسب اكمل ملء الجدول. اذا عندنا هنايا ا زائد بي، يعني غادي نزيدو 83 على 47. اذا هنايا كيمكن نستعملو العمليه العموديه. اذا 83 زائد 47، 3 زائد 7 10، احتفظ بالواحد، 4 زائد 8 كتعطينا 12، 13. اذا 130. بالنسبه للفرق غنديرو 83 وغادي نقسم منها 47. اذا هنايا 3 ناقص 7 لا يمكن، 13 ناقص 7 6، نزلو الواحد، 8 ناقص 5 3، اذا 36. بالنسبه للعمليه المواليه هي عمليه الضرب، يعني هنايا الضرب كيبغي بزاف ديال الاخر، دونك النتيجه غادي تكون 3901. بالنسبه للعمليه المواليه، اذا عندنا 126 غادي نزيدوها على 76، 6 زائد 6 12، نحتفظوا بواحد 10، نحتفظوا بواحد جوج، اذا 202. بالنسبه لعمليه الطرح، 126 ناقص 76، اذا 6 ناقص 6 0، 12 ناقص 7 كتعطينا 5، اذا النتيجه هي 50. بالنسبه لعمليه الضرب كتعطينا 9576. ننتقل الى التمرين الثامن، انقل في دفتري واكمل. اذا هنا هذا التمرين يتحدث عن التوزيعيه، هذه هي التوزيعيه. اذا عندنا 18 شحال غادي نضربوها في 90، وعندنا 4 غادي نضربوها في 90. اذا هنا يعني شنو خصني ندير؟ انا غندير العمليه العكسيه ديال التوزيعيه، يعني غادي بحال غادي نخرج 90 وغادي ندير هنا 18 زائد 4، يعني في النهايه شنو غادي تعطيني؟ 18 زائد 4 هي 22، اذا 22 في 90. واذا بغينا نحسبوها غادي نديرو عمليه حسابيه، 22 مضروبه 90 كتعطينا 100 198. اذا هو ما بغاوناش نحسبو غير اكمل، هنا بغاو يرجعونا من يعني نديرو العمليه العكسيه ديال التوزيعيه. التوزيعيه كنمشيو في هذا الاتجاه ولكن هكا العكس. اذا ننتقل الى التمرين التاسع، احسبو. اذا هنا احسبو، عندي هذه التوزيعيه، اذا 47 هذا العدد هذا غادي نقسمو الى عشرات ووحدات، وهنايا غادي نشوفو شحال غتعطينا. غتعطينا 47 في 30 زائد 47 في 6. اذا 47 الى ضربناها في 30، 47 اذا ضربناها في 30 كتعطينا 1410. 1410 ونزيدو عليها 47 في 6، 47 مضروبة في 6، اذا كتعطينا 282. النتيجة النهائية غادي تكون هي 1410، غنزيدو عليها. اذا هنا جوج زائد صفر جوج، 8 زائد 1 9، 2 زائد 4 6، 1 زائد لا شيء 1. اذا هذه هي النتيجه. اذا نفس الشيء غادي نطبقوه هنايا، نديرو التوزيعيه. اذا 87 عامل ضرب 40 زائد 5 كتساوي 87 في 40 زائد 87 في 5، اذا تساوي 87 في 40، 87 مضروبه في 40، اذا كتعطينا 3480. 3480 زائد 87 في 5، 87 مضروبه في 5 435. والنتيجه النهائيه هي غنجمعوهم، اذا 5 زائد 0 5، 3 زائد 8 11، 4 زائد 4 8 والواحد 9، ثم 3، إذا 3915. إذا نفس الشيء هنا، 232 نضربها في 10 زائد 5، إذا هي 232 في 10 زائد 232 في 5، 230 في 10 هي 2320 زائد 232 في 5، 232 في 5، 232 في 5، إذا كتعطينا 1160.
1160. إذا النتيجة النهائية غادي تكون هي 3480. إذا العملية الأخيرة عندنا 317 مضروبة في 20 زائد 7. إذا هي 3317 مضروبة في 20 زائد 317 مضروبة في 7. 317 مضروبة في 20، 317 مضروبة في 20، إذا كتعطينا 6340 زائد 317 في 7، 2219. النتيجة النهائية هي 8559. إذا هنايا صراحة التوزيعية جاية صعيبة. علاش؟ لأن الأعداد اللي خرجت لنا شوية فيهم الحساب. التوزيعية كتكون مهمة إلا كان عندنا يعني حسابات مش ما تكونش معقدة. إذا أحسب الجداءات التالية وأنجز العمليات. دونك بالنسبة لهاد التمارين غنديرو التوزيعية. إذا عندنا 137 مضروبة في 4425، إذا غادي تساوي 137 ضرب 400 زائد 20 زائد 5. ثم غادي نوزعو. إذا 137 غادي نضربوها في 400 زائد 137، غادي نضربوها في 20 زائد 137، غادي نضربوها في 5. ثم نحسب كل وحدة على حدة في عملية عمودية. الأولى غتعطينا 54800، الثانية غادي تعطينا 2740، والثالثة غادي تعطينا في عملية الضرب غتعطينا 685. ثم غادي نوضعو عملية عمودية في النهاية. غادي نلقاو دونك نلقاو 558225. إذا هذه طريقة إنجاز. إذا هنا النتيجة هي هذه، ولكن الطريقة هي اللي مهمة. إذا 58225. إذا نفس الشيء غادي نطبقه بالنسبة للعملية الأخرى. إذا غنوزعوها عاوتاني. عندنا 4059 مضروبة في 86، إذا غنديرو هي 4059 ضرب 80 زائد 6. 4059 غادي نضربها في 80، 80 زائد 4059 غادي نضربها في 6. غادي نحسب هادي على حدة، هادي على حدة، وغادي نجمع، وفي النهاية غادي نلقى 349,474. إذا بالنسبة للعملية الأخرى عاوتاني نفس الشيء، وغادي نلقى فيها 331,891. وفي العملية الأخيرة، العملية الأخيرة غادي نضرب في 100. هذه مختلفة شوية. إذا 851 في 102 غادي نديرو 851 مضروبة في 100 زائد 2، لأن هنا ما عندناش العشرات، وبالتالي غتعطينا 851 في 100 زائد 851 في 2. هذه غتعطينا 85100، وهذه غادي نحسبوها جوج في دونك جوج 10 غتاخدو بواحد جوج، إذا 17. إذا وغادي نجمعو هادو، وفي النهاية غادي نلقاو 86000. إذا 86000 و 602. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس. يعني هذا الدرس فيه حسابات تقريبا ديال الضرب والحسابات ديال الجمع والطرح. إذا موعدنا مع حصة قادمة بحول الله.